البورسالي، ولدت في 19 من أور 53 و900 و1000 وتوفيت في 14 من نوفمبر 17 و2000. والدها طاهر بورسالي مناضل ومؤسس من مؤسسي الاتحاد العام التونسي للشغل، ووالدتها مناضلة وعضوة في نفس الاتحاد. تحصلت على شهادة البكالوريا سنة 73 و900 و1000، ثم اختصت في دراسة الأدب الفرنسي وتحصلت على الأستاذية سنة 77 و900 و1000. في السنة الموالية توجهت لباريس أين نالت شهادة البحث في السيميولوجيا. انطلقت في مسيرتها المهنية بالتدريس في التعليم الثانوي، ثم درست بالمدرسة الوطنية للمهندسين ومؤخرا بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. وربما وجدت نورا جزءا منها في هذا المكان، فهناك في إحدى قاعات التدريس تحديدا نرى نورا الأستاذة بأعين مروان أحد طلابها، لنسترجع معه بعض الذكريات. كنت عندها 2009-2010 و2010-2011، عامين معناتها عام كما نقولوا قبل الثورة وعام بعد الثورة. نفس قعدت نفس الشخص فهمني عليه ديما معناتها avec son franc parler كل شيء تقولو بون كنا نحكيو في دي تيم داكتواليتي. طريقتها مش من الفوق معناتها كان كنا معناتها الناس الكل تشارك الناس الكل تحكي وفما معناتها النقد معناتها مفتوح. فما نهار مطر هكا وما جاوش برشا دي ستيدون معناتها قعدت وحدي قاعد نسأل فيا على الكتب معناتها شنو مغروم في حياتك فهمني ولا شنو تحب. قلت لها راني مادام راني مغروم بالكتب معناتها نحب ياسر القرايه يا اخي معناتها فرحت ما تتصورش معناتها. من وقتها وليت ديما معناتها نحكي معها على قال مدام ريكوموند موا اون ليكتور اعطيني شنو نقرا ولينا ديما كيك كان ديما معناتها تقول لنا اعرفوا تاريخكم راه ما تعرفوش تاريخكم ما كومش تنجموا تبنيوا بلادكم. هي لازمني ديما نعرف ديما نعرف من الاخر حتى لين حتى كان هو معناتها مانيش معناتها فرد تفكير انا وياه لازمني نتعلم منه. انا بالنسبه ليا مدام نوره هي معناتها كي نذكروا معناتها المفكرين تاع التنوير فولتير بالنسبه ليا انسان هكاك أنا فخور ياسر لما عرفتك. ومن نورة الأستاذة إلى نورة المناضلة والحقوقية، تلك التي تؤمن بأن حقوق النساء استحقاق وبأنها جزء لا يتجزأ من الكل، فأفقها هو أفق الجميع. نضال في سبيل المرأة التحقت بركبه نورة لتنضم لنادي قضايا المرأة، هذا النادي الذي تجذرت بوادره بالنادي الثقافي طاهر حداد. وفي حركة عود على بدء نستحضر بداية النادي مع جليلة حفصية أول مديرة له، ونرسم علاقة البورسالي به، علاقة كان لها الفضل في صداقة نورة بإلهام عبد الكافي. تكون كيف عيت لي آخر عام 1974، بديت أنا في أكتوبر 1974، قعدت غاديكا 14 سنة. المرأة قديش مظلومة عندي أنا ديما وحدي، حسيت فهمت مش لازم حتى واحد يظهر لي أي وحدة منا من غير فايدة، مش دروس هذي فهمت. أنا هذه كانت عندي فكرة كيف مشيت كيف خدمت في نادي تاع الحديد من جملة النوادي اللي تكون، فما نادي تصوير، فما نادي الأدب، فما نادي التاريخ، زعما كان برشا نوادي فهمت. فما المسرح عملنا برشا مسرح هذيك، فما نادي نتاع السينما، فما نادي النساء، هذوما كلهم تكونوا في نادي تاع الحديد. الفرق اللي هو النوادي نتاع قضية المرأة كان فيها نساء برك. عرفت نورة في أواخر السبعينات هنا في نادي تاع الحديد في نادي دراسة قضية المرأة، النادي اللي بدأت خرجت منه النسوية التونسية المعاصرة على خاطر النضالات النسائية من قبل ما أنت احنا ما جبنا شيء جديد، ما كنا إلا تواصل اللي عملوه النساء اللي سبقونا، ولكن ثم حركة نسوية تخلقت في آخر السبعينات هنا في النادي هذايا، كانت في نادي اسمه نادي دراسة قضية المرأة. عرفتها ولكن كانت علاقتنا علاقة سطحية معناتها نعرفها هنا. العلاقة ولات وطيدة في 1997 وقت اللي الوالدة نتاعي توفيت ووقفت هي بجنبي، ما خلتنيش ننهار. ومن 1997 حتى النهار ما ماتها ما تفرقناش، صديقة وأخت. جمعية نساء ديمقراطيات
بعد آخر من أبعاد نورة المناضلة، فقد كانت من بين المؤسسات للجمعية في 1689 و1900، وبعد 28 سنة على أحداثها تناجي كلمات شارل أزنافور لتحتفي بها. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème. وعن إيمانها بالقضية، عن شراستها في الدفاع عنها، يتحدث معاوية المدير السابق للنادي الثقافي طاهر الحداد. وقت اللي تم التصويت في ابن المبدأ التناصف كانت فرحة كبيرة ياسر، ونذكر وصلت من بعد لهنا الخبر، وصل للنادي الثقافي طاهر الحداد وكان عنا ندوة تقريب ولا حاجة كيف هكا، وصلنا الخبر قمنا معناها فرحنا برشا، قمنا نصفقوا. ومدام نورة ما سلمتش، خاطر بعدها مباشرة رجعت النادي الثقافي طاهر الحداد ورجعت لها كالروح، وقعدنا نخدموا في نادي المرأة وقضايا المرأة ونطرحوها على الميدان، معناها مش معناها في المجالس ولا في السياسة ولا كذا، لا في الميدان للجمهور عموم الجمهور. ويجي يعني حسيت بها امراه مش دافع على المراه خاطر دافع على المراه، لا خذيت منها كل ايمان بالقضيه. كما كانت تناصر قضيه المراه بكتاباتها، ونذكر منها بورقيبه والمساله الديمقراطيه بين 56 و63 و900 و1000، وتونس تحدي المساواه كتابات نسائيه، كتاب فازت به بجائزه زبيده بشير للكتابات النسائيه التونسيه. وبين هذا وذاك نجد نورة الصحفية التي تميزت بالجرأة والالتزام. وقت اللي أنا صاروا لي المشاكل في رحاب سوفونيبيا مع بن علي، المرأة الوحيدة اللي كتبت علي على جريدة في كل وقت هذيك اختر هي نورة بورسالي. كل نهار ثلاثة كانت باش عندها مقال، بعثت نتاع الثلاثة اللي قبل، ونهار الاثنين نهار وفاتها كملت المقال اللي كانت باش اللي وخايفة لما تخلطش خاطرها تعبة عندها الجريب، خافت لما ما تنجمش تكمله، ولكن كملته مع كيف ما قال رئيس التحرير في 47 دقيقة هكاك، بعثت له قالت له راني كملت المقال وبعثته له. وما هذه إلا بعض الدقائق من سنوات جمعت الأستاذة والمناضلة والسينمائية والصديقة في نفس الشخص. وكانت هي اللي أنتر جيمية في النادي الثقافي طاهر الحداد، كانت تضرب في البونية، معناها إذا كان نقولوا باش تتعدى الأفلام باش نعمل سينما. كان نتذكر في رمضان عندنا نشاط ديما نركزوا برشا على الفن على الموسيقى على الشعر، كانت هي اللي عندها دور أنه في رمضان يكون فما سينما المدينة في النادي الثقافي طاهر الحداد. كانت تجي ساعات وهي ما عندها حتى دخل في البرنامج، تجي فقط باش تحضر باش تسمع باش تتعلم باش تعطي رايها وباش تناقش وباش تنقد زاد، فهمت، وما هيش مشاركة في النشاط. هذايا موقف من ساهش. وعن نورة السياسية نذكر أنه كانت عضوة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ثم عضوة في هيئة الحقيقة والكرامة التي استقالت منها احتجاجا على التسيير الداخلي للهيئة التي اعتبرت أنه لن يسمح لها بممارسة مهامها كما يجب. وفي كل المراحل والفترات لم تزد نورة إلا حبا لتونس. تحب تونس، هي سلمت في كل شيء في فرنسا باش رجعت لتونس، قالت معناتها اللي عندي معلومات واللي ثقافة من نعطيه لبلادي. تقولوا كتبت في كتابها سو بوتي بيي كي لو ميان، لا تعشق تونس. تغيبها الموت واستحضرتها كلمات لينا. من الصغيرة لي سورتي مع نورا سيتي بالفيدير، سيتي الحيوانات من الغادي، من الصغيرة من اللي حليت عينايا، من اللي بديت نجم نمشي ونجم نخرج، والكل لي سوفنيغ مع نورا، خويا مهدي، لي كوزان لي كوزين بيان سور، كانت تهزنا الكل يعني مش انا كهو. نورا سيتي لو فيستيفال، عرفت، سيتي جو مع نورا، اللعب مع نورا، سي ما دوزيام مامون يعني. وتلمون ان ترونسميتي يعني اللمه وكل الفرحه نتاع اللمه اللي حتى امي ما تقولنيش اللي نهار اللي هي جايه، تقولنيش دونك نحلوا الباب، تقول لك امشي حل الباب، تلقى
Kanoura. Et ça, c'était un bonheur. Yani, elle a une très forte personnalité. Ou quand il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps. لازم تقول شنو عملت ومن بعد نلقاو سوليوشن الكذب لي معاها ما تكذبش جاريف با اكواغ اللي هي ماتت اللي سي ان شوك ما نظنش اللي العائله الكل غاليه ما نظنش كان باش نحس على عبد كيف حسيت على نوره حتى لتوا حتى لتوا مع روحي يعني سي تو ريسون لي يعني سي لو ديني سي لو ديني ومش هي ديما فما جمل اصلا نعرف اللي مش بايع باش يقولهم علاش هي علاش توا علاش يعني لا مش سي اون بارتي دو سوا كي بار افيك ايل حتى كي نبدا مع روحي وحدي ونذكرها ونبدا سايب بغصه لا نعرف اللي ما نسمع صوتها كاريمون يعني يعني ما نسمع صوتها كلي متاع نسمع صوتها متاع يعيشك لينا يعيشك يعيشك لي لي لبكي لي نعرف شنو فما سيغتين سيتواسيون نعرف شنو كنت نجم تقول لي فهمت انا جو في مون دوي كي نمشي لها كي نشوف اللي كل شيء اخضر بحذيها كيف هي تحب دونك مشيت خديت دي بلانت لي بلانت اللي نجموا يتحطوا على القبر الكل ليها هي لصحابها الهوني المنسيين جيسي دو دوني دو لا في لا ويا دو لا مور ان فيت يعني اللي ني بلو لا فيزيكمون مي اللي ان بو لا اللي بارتو كنا نتمنوا نهار تقوم هكا في دقيقه جوست تحيه دقيقه باش تشوف العباد قد تحبها نورا سي نورا 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 سي elle est unique, elle est unique, Nora. Yani, Rabbi arhamha. Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, mais j'ai tourné bien des pages. Dans les lyres blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon plus belle histoire d'amour, c'est vous.